ليك شادي ليه وقفت؟ داد للأسف رشيد خطار إنسان وسخ كتير، هلا إذا ما أكل ضربة على راسه ما رح نرتاح، ما حدا من عائلتنا رح يرتاح. كمان ما بدنا ننسى إنه إله علاقة بهروب أختك باختفائها، بس أنا عندي أمل كبير إني أوصل له وخلصها وردها. كيف؟ ما بعرف إذا فايق على موظفة جنين كانت تشتغل بالشركة اللي كانت تحبك وشغلتها عشيقة عن جدة. شو عرفك؟ بابا بعرف اشي كتير. بعرف انك بتعرف، كان عندي سبب. بكف الضرب اللي عملته بماما مع جمال لهالسبب عم جرب صلح، عم جرب ريح ضميري تجاه امك يلي والحق يقال انك انت اول واحد نكزه لحتى يوعى. برافو. فالقصة بالنسبة لكاتيا معقدة شوي، وجنين عم بتجرب تعمل قد ما فيها لحتى ما تنأذى أختك، حتى نبعدها عن أي خطر ممكن إنه يصيبها. إذا كانت مظبوطة هيدي المرة هي اللي تبع الكافيتيريا؟ سلمى، سلمى عوض اللي إجت لعنا على الشركة لحتى تشتغل معنا. يعني السيناريو تبعك مع جنين بيشبه السيناريو تبعك مع شيرين عزيت المرة. والله شو نسيت انه انا بكتب سيناريوهات؟ بقدر اعرف شو السيناريو طبعا. هل كثير خبرتك عنه؟ مزبوط، قريبة من المدرسة. شو حد تشرب؟ جايين نشرب أو تفرجيني البنت؟ ها؟ هي نجاة شيرين. تشرفنا. زمان ما شفناك شادي. أنا بغار. وأنا كمان على صاحب بغار. زكية نجاة، كنا عم نفكر أنا وشيرين شغلة بخطة اللي بعدها. كاتيا مختفية؟ بعدها. وشو الخطة؟ سلمى عم تيجي لهون؟ من بعد ما تلفت لبيك لقلك ما عاد شفتها. ما عاد شفتيها انه هي ما عم تيجي، ولا بلكي عم تيجي مثلا بوقت مش دوامك؟ صحيح، ممكن. طب فيكي تسألي رفقاتك هون إذا عم تيجي بوقت ما بتكوني فيه؟ ما بعرف إذا منفوت بسين وجين بالموضوع اللي عم تسألي وشو بدك منا وهول القصص. معك حق، ما بدنا الموضوع يتوصل. طب شو الخطة؟ تزبط؟ تزبط في حال اجت سلمى على الكافيتيريا. هي ما بتجي الا لتقعد مع البنت المقصودة او لتتصيد بنت. صحيح، او لتتصيد بنت. شفت؟ هيدا التفكير السليم، انه الاتكال على الصدفة يعني. الا اذا جنين فعالة اكتر وبتشوفها لسلمى عوض اكتر. شو بابا؟ شو حبيبي؟ بشو شردت؟ جنين فعالة؟ بتشوفها لسلمى عوض؟ ممكن، ممكن تكون بتشوفها. ما لك عين تتأكد؟ مش مهم. هلا المهم إذا فينا أنا وشيرين ننسق مع جنين. ساعتها الشغلة بتبطل صدفة. نسقوا. بدو شو؟ ما تقولي لي ما سمعتي. زياد عم يعرض الزواج علي؟ عرض الزواج علي عندك؟ انه التعبير المضبوط مش انه عرض الزواج عليك عندي، بالاحرى عرض الزواج عليك عن طريقي. ليه؟
ليه مش عن طريقي أنا؟ ليه مش عندي أنا؟ بخاف أسمع كلمة لا على شفافها، بخاف شوف تعابير لا على وجهها. إنه إذا سمعت لا من شفافي تتغير الأمور معك طبعاً من بعد ما أسألها وأنقل لك الجواب؟ على القليل بنام على أمل إني أسمع الآية تاني يوم. داخلكن داخلكن جملة بتذوب. شوفي هيدا هو السبب إنه ما إجا الطلب عن طريقة. معقولة هالقد رعبتي؟ ولآمر سجن طويل عريض، كنا إذا عرفنا عنده برمة تبرم رقابنا لتاني مال. آمرة السجن اللي عنا كانت 105% رجال، كانت ترجف وتزخ لما يفاجئها بزيارة. أنت شقفت ميسم عبود مخوفتيه؟ إيه، لأنه الرجال لما بينغرم بيضعف ببطل قوي، بتصير المرة هي القوية. ولا مرة ريحتني ميسم بالحب، قدمت لها قلبي وعقلي وعمري من أول يوم ظهرت فيه من الحبس. جوابها كان عن الانتقام، ما بدي إلا تنتقم. ظهرت من الحبس ونغرمت بنديم، جربت إن تقاوم حبه ما قدرت، نقاتوله ضلت تحب زياد الصدر الحنون. يمكن بس نديم القلب والصدر والجسم الكامل. أنا استسلمت لإرادتها واحترمتها، قلت لا لا خلص، أنت إنسان منطقي، يلي صار صار. صحيح انجرحت لما خبرتني أن حامل من نديم بركات. تخيلت اللحظات الحميمة بيناتهم وبكيت. ايه نادية بكيت، بكيت دمع، بكيت دم. أنا المارد يلي بركع أطخن الناس قدام سلطة القانون، بكيت 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 دم ودمع لمجرد تخيل ميسم عبود بين إيدين رجال تاني.